وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكدت الأستاذة لطيفة خليفة أخصائي أول علاقة عامة واتصال في هيئة الطاقة المستدامة، أكدت أن جائزة هيئة الطاقة المستدامة للطاقة المتجددة تأتي ضمن جهود الهيئة للنهوض بقطاع الطاقة المتجددة في مملكة البحرين وتشجيع الاستثمار فيه وتعزيز الوعي العام حول مفاهيم الطاقة المتجددة. الوعي يأتي من أهم الأشياء اللي إحنا نعمل عليها في هيئة الطاقة المستدامة، إن إحنا نعززها ونعمل من خلال التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيقه. إطلاقنا في هيئة الطاقة المستدامة لهذه الجائزة يأتي تجسيدا بإيماننا بأهمية دعم مختلف الجهود المبذولة وإسهامات كافة الجهات من القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تحقيق الأهداف الوطنية المعتمدة، بما فيها أهداف الوصول للحياد الصفر الكربوني بحلول عام 2060 والأهداف المرحلية والمبادرات ذات العلاقة.